لقد طوقتم عنقي بالشرف العظيم الذي أوليتموني به اليوم، والثقة الغالية التي منحتموني إياها، ومن قبلكم شعبكم العظيم، لأتوج بها مشوار حياة الطويل في مجالات القضاء العام والإداري والدستوري، وأخيراً العمل الحزبي والبرلماني. ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتوجه لحضراتكم بجزيل الشكر والعرفان. أيها السادة النواب، إن شعب مصر وضع على كاهلكم مسؤولية كبرى، وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير، ناظرا إليه نظرة الرجاء والأمل للعائد بعد غياب في ظل ظروف محلية يبنى فيها وطن من بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بفعل مؤامرات إقليمية ودولية استغلت بكل أسر طيش بعض أبناء الوطن وعنفهم وجهلهم توجهتهم نحو دمار هذا البلد، لكن الله حماه وهيأ له من بين أبنائه فارسا وطنيا مغوارا غيورا على وطنه وأهله. امتثل لإرادة شعبه الذي بادر بعزل من قادوه إلى الهاوية وفوضه في إدارة دفة السفينة إلى الطريق الصحيح، فقادها بثبات وبحكمة مستلهما إرادة الشعب، وها هو يسير بها في بحر تلاطمها الأمواج ويتربص به قراصنة لا ضمير لهم ولا نبل، قراصنة جبنوا عن المواجهة فأوفدوا إرهابهم وجندوا من ضلوا الطريق من أبناء الوطن، فتصدى له زعيم مناضلا صلبا جسورا بدعم ومؤازرة غير محدودين من الشعب، فأبطل بحمد الله خططهم ونهرهم ورد الله به كيدهم إلى نحورهم، وها قد شارف على القضاء عليهم بأيدي أبطالنا البواسل من القوات المسلحة والشرطة المصرية، الحرب الشعواء عن إعادة بناء بلده مصر، مصر الحديثة القوية منذ اللحظة الأولى لتوليته المسؤولية، فراح يبني في كل الميادين ما أذهل العالم الإنجازات في سرعتها وجودتها وكثرتها وشمولها، وأسعد بها أبناء شعبه وألجم بها أعداءه. أيها الإخوة والأخوات، إنه ليوم مشهود تزهو فيه مصر بمجلسكم الموقر الذي اكتمل به بناؤنا الدستوري بعودة الغرفتين للسلطة التشريعية ليتكاملا في غير تنافر منطلقين إلى ما يحقق مصلحة المجتمع. أيها السادة النواب، لقد اختص دستور مجلسكم بمهام ابتسام، إذا اختصوه في المادة 248 بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا